البنتاغون يؤكد إرسال أنقرة آلاف المرتزقة السوريين إلى ليبيا، وتصعيد خطير بين تركيا ومصر. السيسي يدعو لعقد قمة أفريقية مصغرة لحل أزمة سد النهضة، وأثيوبيا تتمسك بقرار ملء خزانة. روحاني يكشف عن إصابة 25 مليون إيراني بكورونا ويحذر من الموجة الثانية للوباء. إلى نشرة الأخبار الدولية من العراقية الأخبارية، أهلا بكم. تصعيد سياسي وتحشيد عسكري متبادل بين قوات حكومة الوفاق والجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر، تزامنا مع جهود إقليمية ودولية لتغليب الحل السلمي. فمنذ أيام ومدينة سرت تشهد وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى كلا الطرفين استعدادا للمواجهة، وعلى وقع هذه التطورات رصدت تحركات مصرية تركية تنذر بوقوع مواجهة بينهما، في وقت تكشف فيه وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن إرسال تركيا نحو 3800 مرتزق سوري إلى ليبيا. في ظل التصعيد المتواصل بين مصر وتركيا، تتباين التقديرات بشأن احتمالية نشوب مواجهة عسكرية على الأراضي الليبية، بعدما حذرت مصر حكومة الوفاق وأنقرة من الهجوم على مدينتي سرت والجفرة، فيما حذر أردوغان من دعم مصر للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر. وعلى ما يبدو فإن المواجهة ستكون قريبة، إذ كشف الجيش الليبي عن امتلاكه صورا عبر الأقمار الصناعية تظهر وصول طائرات مسيرة تركية إلى مدينة مصراتة، فضلا عن إنشاء ملاجئ في جنوب قاعدتها الجوية، ما يعطي احتمالا كبيرا بالاستعداد للحرب. وفي أول تعليق من البنتاغون على أنشطة أنقرة لتغيير موازين القوى في النزاع الليبي، ذكرت أن تركيا أرسلت آلاف المرتزقة السوريين إلى ليبيا، فضلا عن نشر جنود ومستشارين عسكريين أتراك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. في هذه الأثناء حثت فرنسا الولايات المتحدة على بذل مزيد من الجهود لوقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا. المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رفض تأكيد واشنطن بأن المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي لتطبيق حظر الأسلحة الأممي على ليبيا متحيزة وليست جادة، داعيا جميع الأطراف إلى تكثيف الجهود لمنع انتهاكات الحظر والمساعدة في استئناف عملية سياسية شاملة. إذن من القاهرة الباحث والمختص بالشأن الليبي محمد فتحي ينضم إلينا في هذه النشرة. أهلا بك أستاذ محمد في نشرة الأخبار الدولية من العراقية الإخبارية. في ظل التصعيد الذي تشهده ليبيا، هل ما زال هناك فرصة للحل السياسي؟ أهلا بحضرتك وبكل السادة المشاهدين. أعتقد أن الحل السياسي لا يزال له فرص كبيرة جدا، وخصوصا أن تركيا تدرك أنها إذا دخلت هذه الحرب وإذا أشعلت هذه الحرب فلن تستطيع إيقافها ولن تتحقق لها أي مصالح في ليبيا سواء سياسية أو اقتصادية. وبالتالي تركيا تدرك جيدا قوة الجيش المصري وقوة تدخل الجيش المصري بجانب الجيش الوطني الليبي، وتدرك أيضا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما قال أن سرت والجفرة خط أحمر، وفعلا هم خط أحمر، فلن تتنازل الدولة المصرية على أن تقف بجوار الجيش الليبي والشعب الليبي الذي فوضها. وأعتقد أن عندما ذهبت القبائل الليبية يوم الخميس الماضي جاءت إلى القاهرة والتقت الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو تفويض شعبي جديد يضاف إلى ما طلبه البرلمان الليبي الشرعي المنتخب، وهي الشرعية الوحيدة الموجودة في ليبيا،
لتدخل القوات المسلحة المصرية لحماية أمن البلدين، لأن مصر وليبيا لهم مصير واحد، وهم وليبيا تشكل عمق استراتيجي للدولة المصرية، وبالتالي الاعتداء على ليبيا أو خلق الفوضى في ليبيا التي تريد تركيا أن تفعلها هو يهدد الأمن القومي المصري، فمصر تدافع عن مصالحها وعن أمنها، وتريد أيضا أن تكون هناك عملية سلمية وسياسية، وهو ما يقوم المجتمع الدولي بالضغط على تركيا في تلك الأيام حتى يقر السلام في ليبيا. طيب أستاذ محمد، يعني هل مصر مستعدة للزج بجيشها في النزاع الليبي؟ ما انعكاسات هذا القرار في حال تم اتخاذه؟ طبعا الدولة المصرية دولة سلام ودولة لديها جيش قوي جدا قادر على تنفيذ كل ما يطلب منه داخل الأراضي المصرية وخارجها، وهو الكلام الذي أكد عليه القائد الأعلى للقوات المسلحة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تحدث إلى القوات المسلحة. فالدولة المصرية تدرك أن لها جيش، هذا الجيش له ترتيب عالمي، جيش يملك القوة والعتاد، جيش يستطيع أن يكون درعا وسيفا للدولة المصرية ولأمن الوطن العربي بأكمله عندما يتم الاعتداء على أمن الدول العربية. وأعتقد أن تركيا تدرك ذلك جيدا، وأن تركيا تريد فقط أن تحقق لها يعني ضغوط سياسية على أرض الواقع، ولكنها إذا ذهبت وأتت بمرتزقيها فهؤلاء لن يستطيعوا أن يقفوا أمام الجيش الوطني الليبي. الجيش الوطني الليبي بمفرده قادر على رد تلك المرتزقة، وأعتقد أن أمريكا عندما تحدثت عن أعداد المرتزقة الموجودين في ليبيا فهذا التقرير من باب حفظ ماء الوجه لأمريكا، لأن أمريكا تتدخل بشكل سلبي في العملية السياسية في أستاذ محمد، ليبيا وهي التي منحت تركيا الضوء إن كنت تسمعني. الأراضي الليبية. البنتاغون أكدت أن تركيا أرسلت 4000 مرتزق سوري إلى ليبيا، ما تداعيات هذا الموضوع وما دلالاته؟ طبعا أمريكا كما قلت لحضرتك هي تريد أن تحفظ ماء وجهها، لأنها يعني حتى اليوم لم تتدخل بشكل إيجابي، وأعتقد أن هذه الأرقام أرقام مغلوطة للغاية، لأن المرصد السوري أكد على أنهم أكثر من 16000 مرتزق سوريا جلبهم أردوغان، أغلبهم من العناصر الإجرامية والمتطرفين والدواعش، بالإضافة إلى أن هناك إحصاءات غير رسمية على الأراضي الليبية تؤكد على أن عدد المرتزقة السوريين والذي جلبتهم تركيا من بعض البلاد، ليست سوريا فقط، هي تجذب كل إرهابي وكل مرتزق وكل من يبحث على المال وتأتي به إلى الأراضي الليبية. فأعتقد أن هناك أكثر من 20000 مرتزق في ليبيا جلبتهم تركيا وجلبهم أردوغان على مدار العام الماضي عيانا أمام المجتمع الدولي. فأمريكا عندما تعترف أن تركيا جلبت مرتزقة وبهذا العدد فهي تريد فقط لحفظ ماء وجهها، لأن الأرقام والدلائل بالضبط أستاذ محمد، يعني هناك من يصف الموقف الأمريكي بالخجول إزاء ما يجري في ليبيا، ما السبب؟ الموقف الأمريكي ليس بالخجول، أمريكا لها مصالح ولها مطامع في ليبيا وتريد أن لا يكون هناك دور قوي سواء لأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي أو لروسيا في ليبيا أكثر من أمريكا، لأن أمريكا تريد أيضا أن تقتسم التورتة في ليبيا وتأخذ من المغانم جانبا كبيرا. ولذلك نجد أن تصريحات دايما الأمريكان تخالف ما يقومون به على أرض الواقع. أمريكا هي من منحت تركيا الضوء الأخضر للدخول إلى الأراضي الليبية، هي من غضت الطرف عن وجود آليات حقيقية سواء من مجلس الأمن أو من الأمم المتحدة لكي يتم الضغط على تركيا بشكل مباشر. فبالتالي أمريكا ما تعلنه خلاف ما تقوم به في من تحت الطاولة. أمريكا يعني تريد أن تقتسم التورتة وتريد أن يكون لها أيضا تواجد في ليبيا، وبالتالي أعلنت عن دورها بعد أن تم انسحاب الجيش الليبي من قاعدة الوطية ومن تخوم طرابلس. وأعتقد أن الجيش الليبي انسحب من تخوم طرابلس ومن قاعدة الوطية وفقا لتفاهمات دولية، وكان من ضمن هذه الدول التي تفاهمت على هذا الأمر هي أمريكا. أمريكا أرادت أن تدعم حكومة السراج، وبالتالي الميليشيات الإرهابية عندما سيطرت على أو دخلت الأماكن التي انسحب منها الجيش الصورة واضحة. محمد فتحي من القاهرة الباحث والمختص بالشأن الليبي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعقد قمة أفريقية مصغرة سعيا لحل الأزمة بشأن سد النهضة. السيسي عبر خلال اتصال هاتفي مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا عن رفضه الإجراءات المنفردة من قبل أثيوبيا، مؤكدا ضرورة استمرار التنسيق المكثف بشأن تلك القضية الحيوية. هذا وجدد رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد تمسك بلاده بملء خزان السد وفقا للجدول المقرر. تظاهرات حاشدة في شوارع بيروت وتحالفات جديدة تلوح في الأفق تحت عنوان البديل موجود، من أجل تقديم مشهد سياسي جديد في لبنان يكون كفيلا بمعالجة الأزمات التي تمر بها البلاد. بعد 8 أشهر على انطلاق تظاهرات تشرين، دعوة لتظاهرة مختلفة في ساحة الشهداء لقائد مغاوير الجيش السابق وصهر رئيس الجمهورية النائب الحالي شامل روكوز. للقابعين بالسلطة وحماية الفساد، وقلكم من غضب الشعب المظلوم والمأهول، جاي الساعة. الشعب يلي عم بينزل بالطوابير على أبواب المصارف وأبواب الأفران وأبواب المستشفيات وأمام محطات البنزين، الشعب يلي عم بفكر بلقمة عيشه، بتأمين الشمعة لمواجهة العتمة المفروضة عليه وبمستقبل أولاده، كيف بيعلمهم بهالظروف اللي كان بلبنان ولا خارج لبنان، وخاصة إنه من يأس اللي حطوهم فيه رح يصور أغلبية الشباب والصبايا اللبنانيين مشروع يأس، واليأس بيودي للهجرة. هذا الحراك جاء تكملة لحراك تشرين بحسب المتظاهرين، فقد شارك فيه عسكريون متقاعدون وجمعيات عمالية حزبية ومستقلة، كان من بين أهمها حركة مواطنون ومواطنات التي يتزعمها الوزير السابق شربل نحاس. احنا قادرين بكفاءاتنا التقنية والإعلامية والمالية والعسكرية والعلمية بالمقيمين وبالمهاجرين انه نكون قاعدين على طاولة المفاوضات بدل ما نكون واحد من الأطباق يلي بيجري التفاوض عليها. يبدو أن الاحتجاجات الغاضبة تستمر وبطرق مختلفة هذه المرة، دون قطع للطرقات أو اعتداء على المحلات العامة أو الخاصة. قد ما أخذوا كل شيء حتى عم بيحاولوا ياخذوا الأمل، بدنا نحن نتقوى بالأمل، بدنا نكون قوية بالأمل، وبدنا نواجه كل المشاكل اللي عم تصير. أحد أهم الأهداف اللي نحن عم ننادي أو المطالب اللي عم نطالب فيها هي قيام دولة القانون والمؤسسات، الدولة السيدة الحرة المستقلة، يعني مطرح ما المواطن بيعيش حياة كريمة. نحن شعب واحد، مخصصة استنسابية طائفية ما عنا منا، عنا إذا أنت بتوصلي يعني أنا وصلت، وإذا أنا وصلت يعني أنت وصلتي. أمام سلطة العجز ولا قرار، البديل موجود. تحت هذا الشعار كانت هذه المظاهرة التي عبر من خلالها المشاركون عن أملهم ببناء وطن جديد. العراقية الإخبارية، حوراء حريري، بيروت. سلمت إيران فرنسا الصندوق الأسود العائد إلى طائرة الركاب الأوكرانية التي تم إسقاطها قرب طهران في كانون الثاني الماضي. وأكدت الخارجية الإيرانية أن مسؤولين من هيئة الطيران المدني الإيرانية برفقة أحد القضاة نقلوا الصندوق الأسود إلى باريس على أن يبدأ الخبراء تحليل بياناته الاثنين المقبل. الحكومة البريطانية قررت الاستغناء عن خدمات أحدى الشركات الصينية التي تنفذ في المملكة المتحدة مشروع الجيل الخامس للإنترنت. مخاوف أمنية كانت السبب المعلن الذي أدى إلى الاستغناء التدريجي عن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي وإبعادها من إنشاء البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس 5G. الإجراءات ضد الشركة الصينية ستوضع في مشروع قانون أمن الاتصالات المنتظر صدوره قريبا، وبحلول موعد الانتخابات المقبلة وبحلول عام 2027 سنكون قد طبقنا مسارا لا رجعة فيه للإزالة الكاملة لمعدات هواوي من شبكات 5G الخاصة بنا.
خطوة تمثل منعطفا كبيرا، فقد وافق رئيس الوزراء على أن العقوبات الأمريكية الجديدة على هواوي تعد مغيرا للعبة فيما يتعلق بتأثير تكنولوجيا الشركة على الأمن القومي، وبعد أن نمت المعارضة ضدها من قبل نواب حزب المحافظين الحاكم. نريد من الصين أن تنضج وتتصرف كمساهم عالمي مسؤول، لكنها أصبحت قوة عظمى دون أي من المسؤوليات التي يجب أن تظهرها كقوة عظمى، فهي تستغل الوضع لتنفيذ أجندتها. فجاء الرد الصيني سريعا بالاستهجان. العالم كبير لكن بريطانيا صغيرة نسبيا. أعتقد مهما كان الحظر فلا يمنع هواوي من النمو والتطور. وبناء على هذا القرار سيتم حظر شراء أي جهاز جديد من أجهزة هواوي بنهاية هذا العام، رغم اعتراف الحكومة بأن الخطوة ستؤخر نشر 5G في المملكة المتحدة. 5G التقنية الواعدة التي كان من المفترض أن تربط كل ما حولنا أبعدت بقرار مخيب لآمال الشركة الصينية. بكين حذرت من إجراءات انتقامية، فالقرار يراه العديد مسيس ويمنح إدارة الرئيس الأمريكي انتصارا كبيرا في معركتها التجارية مع الصين. بركان الشكرتشي، العراقية الإخبارية، لندن. الالتزام بشروط الوقاية والجهود التي بذلتها الجهات الصحية في دولة الإمارات أسهم في تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا. أعداد المصابين بفيروس كورونا في الإمارات يتناقص بشكل واضح نتيجة لاعتماد سياسة الوقاية من وباء كورونا خير من تعدد العلاج، رغم أخبار عن إجراء آلاف من اللقاحات الجديدة ضمن تجارب سريرية تهدف للوصول إلى العلاج واتباع أفضل الطرق للسلامة والوقاية من الفيروس. تحسين جهاز المناعي بأنه يتأكد من الطريقة المثالية للتغذية، الطريقة المثالية للنوم، الطريقة المثالية للسبورت، فهمت علي؟ النوم المبكر دي من الأشياء اللايف ستايل الانسان المفروض يحتز بها. اما من الناحيه الثانيه الفيتامين سي المحتاج انه الناس تاخذ 1000 ملغ في اليوم، بالنسبه للناس البالغين المفروض في السيزون يطلع لحد 2000 ملغ يوميا. الزنك، فيتامين دي للكوفيد 19 ولجهاز المناعه عامه. الاشياء دي ممكن الناس تتلغاها من بعض الاغذيه، يعني الفيتامين سي معروف انه في الليمون، في البرتقال، في الجوافه، في الاشياء بشيء. وان شاء الله ربنا يسلم الناس. لازم يكون اكو موضوع تباعد اجتماعي بين المرضى، والافضل يكون بين موعد وثاني اقل شيء يكون نص ساعه. فتره النص ساعه هذه تتعقم العياده بصوره كامله، وبعدين ياخذون الموعد اللي بعده يكون. والتزام بالكمامات، بالقفازات، هاي ضرورية. ويفضل انه يسوون تحليل الفيروس كورونا، هذا ضروري على مود يشتغل الدكتور انه هو مطمئن الشخص المقابلة غير مصاب. بصورة عامة نتعامل ويا كل المقابلين انه هذا كشخص مصاب، على مود نكون حذرين حتى اذا هو الشخص يعني سليم، بس احنا لازم نكون ملتزمين بالوقاية ضد الفيروس. من اهم طرق الوقاية المعتمدة في الامارات اتباع استراتيجية التباعد والتعقيم المستمر للكوادر الطبية والمرضى والزائرين والعاملين في المستشفيات وكذلك في المراكز الصحية. باسم الفضلي، العراقية الإخبارية، دبي. إذن ينضم إلينا من دبي مراسل العراقية الإخبارية باسم الفضلي، أهلا بك معنا في نشرة الأخبار الدولية. باسم، صف لنا الموقف الوبائي في الإمارات. نعم، أهلا وسهلا بكم. الموقف الوبائي في الإمارات هنا يعتمد بشكل مباشر وكبير جدا على الظاهرة الجديدة التي ربما ستدخل أيضا إلى بلدنا إن شاء الله في مطلع الشهر القادم. نعم. وهي ظاهرة التطعيم الذي طبق عبر مراحله الثلاثة، فبعد المرحلة الأولى مرحلة الدراسة والبحوث العلمية التي تمت، تم تطبيق المرحلة الثانية على إجراء التطعيم واللقاح على الحيوانات. وبعد نجاحها تم تطبيق المرحلة الثالثة على المتطوعين من السن 18 إلى سن 60، وبدأت هذه المرحلة تطبق بشكل ملحوظ جدا في إمارة أبو ظبي،
ومن المؤمل أن تطبق أيضا في جميع دولة الإمارات، ولذلك لاحظنا نسب شفاء عالية جدا. نعم. إضافة إلى النسب بعد إجراءات فحوصات سريرية ومختبرية، إضافة إلى الفحوصات التي تجري على كوفيد 19 من أجل الوصول إلى سلامة الجميع، بحدود أكثر من 4,400,000 من الإجراءات التي تمت من فحوصات الكوفيد 19 أظهر سلامتهم. وهذا الموضوع هو الموضوع المهم الذي سيطرأ في موضوع الوباء وموضوع التجنب الفيروس. طيب باسم، ما هي الإجراءات التي اتخذتها الجهات الصحية، هذه الإجراءات التي أسهمت في تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا؟ نعم، الإجراءات هي أهم ما يمكن أن يقال، هي الوقاية وتقوية الجهاز المناعي للإنسان. ولذلك يعني تمت عملية أنه تكون هناك هذا التعاون بين شركات صينية وشركات إماراتية لإنتاج تطعيم. هذا التطعيم يعني هو ليس علاج، ولكنه هو بشكل يصل إلى مرحلة عدم الإصابة بالمرض بفيروس كورونا. ولذلك هذا هو أهم ممكن. ولكن مع ذلك تم استخدامه كعلاج، وظهر أنه من نتائج إيجابية كثيرة. نعم، مراسل العراقية الأخبارية من دبي باسم الفضلي، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. سجلت منظمة الصحة العالمية زيادة قياسية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على مستوى العالم، بارتفاع العدد الإجمالي بأكثر من 237,700 حالة خلال 24 ساعة الماضية. وذكر تقرير يومي للمنظمة أن الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا سجلت العدد الأكبر من الإصابات، مبينة أن عدد الإصابات في العالم اقترب من 14 مليون إصابة. كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني عن تلقيه تقريرا من وزارة الصحة يؤكد إصابة 25 مليون إيراني بفيروس كورونا. روحاني أشار إلى أن نحو 35 مليون آخرين معرضون للإصابة بفيروس كورونا وفقا للتقرير، وأضاف أن البلاد تعيش الموجة الثانية من تفشي كورونا، معتبرا أنها ناجمة عن انتهاء خوف المواطنين من الفيروس. ولليوم الثاني على التوالي تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 74,000 إصابة. الزيادة بعدد الإصابات تأتي في ظل احتدام الخلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من حكام الولاية بشأن استخدام الكمامات وما إذا كان ستتم إعادة فتح المدارس خلال بضعة في الختام إلى العناوين. البنتاغون يؤكد إرسال أنقرة آلاف المرتزقة السوريين إلى ليبيا، وتصعيد خطير بين تركيا ومصر. السيسي يدعو لعقد قمة أفريقية مصغرة لحل أزمة سد النهضة، وأثيوبيا تتمسك بقرار ملء خزانة. روحاني يكشف عن إصابة 25 مليون إيراني بكورونا ويحذر من الموجة الثانية للوباء.